بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي عايزين ندخل شوية في موضوع الليست. فهاجي هنا من كور هلاقي الليست، خلينا نعمل كرييت للليست. تمام، اقول له هنا مثلا انا عايز بوينت نمبر، خلينا نكتب مثلا نمبر سلايدر، كوبي بيست ليست. طيب نرجع تاني للليست. لو انا مثلا عايز اعرف العدد بتاعهم فاقول له كاونت، هلاقي العدد ظهر معايا ان هو 3. تمام، دي اول حاجة. ممكن اضيف انا حاجة للليست ديت، عايز انا اضيف اي قيمة، فهاجي هنا add to end او add to front. تمام، يعني ممكن اقدر اضيف حاجة في الاول وحاجة في الاخر زي ما انا عايز. تمام، اوصل الليست واوصل الليست، وهضيف مثلا ديت الايتم دوت، واضيف الايتم دوت، وهاجي هنا اقول له انا عايز واتش، عايز اشوف الشغل دوت. هيبدأ يعرض لك قيمة الليست، بس هتلاحظ ان في خانة زادت وتحط فيها اول قيمة. يعني خلينا نغير هنا ده شوية اهو، ده 5.4. تمام، add to end ضاف لي 5.4 للاخر، add to front. تمام، ضاف لي القيمة ديت اللي هي تاني خانة اللي هي بتساوي 10، ضافها لي في الاول زي ما انت شايف. تمام، فانا اقدر اضيف في اول خانة او اضيف في الاخر زي ما انا عايز. تمام، طيب لو انا في قيمة معينة عايز اعرف هي فين بالظبط، تمام، الاقي عندي هنا حاجة اسمها get item index. تمام، هديله الليست واقول له الاندكس مثلا انا عايز اعرف اول حاجة كام او تاني حاجة كام. هاجي هنا في الانبوت هقول له انا عايز انتجر او نمبر، مش فارقه، اقول له مثلا نمبر. تمام كده، معناه ايه؟ ان انا عايز اشوف اول خانه، اول قيمه مسجله كام. يعني انت لو بصيت هنا في الليست هتلاقي ان هو مسجل اول قيمه 5.4، تاني القيمه اللي هي 0 5.4، القيمه اللي هي واخده 1 10، القيمة اللي هي 2 واخدة 21.5. طيب هقول له هات لي القيمة رقم 2، واجي هنا الاقي ان هو جاب لي 21.5 زي ما احنا شايفين.